Intercambio cinematográfico entre los cineastas de la cuenca del Mediterráneo y de formación contigua para que la juventud, sobre todo de esta región, tenga acceso al cine. أيها الحضور الكريم، الكلمة لمبدع هذا العرس السينمائي، رئيس مؤسسة مهرجان تطوان للسينما البحر الأبيض المتوسط أحمد حسني. سفير جمهورية تركيا الشقيقة، سيد رئيس مجلس الإقليمي، سيد رئيس جامعة تطوان، سيد نائب رئيس مجلس جهة حاجة تطوان، سيد كاتب عام وزارة الاتصال ومدير مركز سيرة المغربي، سيد مستشار وزير الثقافة والاتصال الشعبي. يسعدني أن أرحب بكم جميعا افتتاح الدورة الثلاثية لمهرجان تطوان للسينما البحر المتوسط. يسمع منك مش على وقت وانا مبسوط كمان كثير كمان انه في تكريم مخرج انا اعزه واقدره واظنه من اهم المخرجين الموجودين المغربي فوزي من سعيدي وانا مبسوط انه نشيد بنفس الوقت لهذا التكريم شكرا لكم شكرا لك يا سليمان قلوبنا معكم وعما فلسطين الابيض ميرسي بوكو ميرسي ابو توس بوكيتا بيان